مرحبا بيكم في برنامج اليوم. باش نحكيو على شخصية مشهورة في عالم كرة القدم. دييغو مارادونا هو لاعب سابق منتخب أرجنتين، كما أنه هو أول لاعب أرجنتيني فاز بجائزة كأس العالم مرتين، وأيضا أول لاعب تعاقد مع فريق غير معروف وفاز بالبطولات، وأيضا سجل أكبر عدد من أهداف في تاريخ فريق نابولي. في حوار بين صحافي ومارادونا، سأله الصحافي: من هو قدوتك؟ أجابه مارادونا: أبي هو قدوتي، وفي نظري هو البطل، لأنه كان فقيرا وكان كل يوم يذهب للعمل من الصباح إلى المساء. كان يعمل أعمالا شاقة لكي يتمكن من جمع المال الكافي لشراء كل مستلزماتي في لعب كرة القدم كل شهر، لذا بفضله أصبحت لاعب. عندما أصبح أبي عجوزا أصبحت مسؤوليتي رعايته أكثر من عائلتي وأطفال، لأنسيه مرارة تلك الأيام الشاقة، ولذا لا أعتبر أحدا آخر قدوة لي غيره، لأنه الشخص الوحيد الذي شجعني وساندني لأصبح لاعب عالمي. أبي سيظل دائما في قلبي، لن أنساه.